نكمل المقابلة مع ضيفنا بشار بوكا، وكنا توقفنا وعم نحكي شوي عن الطبيعة وصعوبة التصوير فيها يمكن والتحديات اللي بتواجهنا. خبرنا أكثر بشار من خلال هالخبرة اللي تقريبا صار لها فوق ال10 سنين تقريبا حسب حساباتي بيست Yeah. على الحديث اللي حكيناه تحت الهواء. صحيح، بس بيردز 3 years. أوكي، يعني كمان بس بهال3 سنين كأنه شي يمكن ما بعرف 100 سنة بالأشياء اللي صرت عم تعملها. صحيح. وخبرنا أكثر شو استكشفت عن قواعد الطبيعة أو الرولز الموجودة بالطبيعة اللي نحن كأشخاص بنطلع بعد التسعة وبعد ال10 على المحميات يمكن ما بننتبه لهم كثير. هلا في كثير فرق مهم بين المحمية والبستان. خلينا نقول المحمية الطبيعية هي خلقت لتكون محمية للبيردز والمامالز يلي فيها والشجر. فاللي فيكي تعمليه بالمحمية يختلف، لازم يختلف عن الشيء اللي بنعمله نحن بالحديقة العامة أو بالبستان. الفرق الأساسي إنه نحن وقت نروح المحمية نحن ضيوف عند مجموعة من هالطيور والحيوانات، فلازم يكون في عنا behavior معين. يعني تخيلي انت قاعدة ببيتك، بدق الباب، بفوت حدا مع كاميرا بياكل وبيترك وسخ بالأرض وبفل. المحمية للأسف بصير فيها هيك behavior، مش كل ال behavior هيك، بس بصير فيها هيك behavior. يعني بيفتح المحمية للزوار، النتيجة ممكن تلاقي زبالة بالأرض. للأسف. البيهيفير هو هيك انه نتسلى ونعيط ونسمع ميوزيك اوكي فاين، بس هذا الشيء مو للمحمية، لانه نحن هذا البيهيفير عم يأذي الطيور واحيانا عم يغير لها البيهيفير. يعني اذا في طير ليتس سي هو مايجرنت، شاف اللوكيشن قعد فيه، بلش يعمل النست، وبعدين بلشنا بستايل الهراسمنت انه كل دقيقة في جروب بيمرق. eventually هو يا رح يغير اللوكيشن تبع النست، يا رح يترك النست كومبليتلي باللي نهائيا فيه، يا رح يبطل يفكر انه يعمل ريزيدنت هون. وقت بفكر يبطل يعمل ريزيدنت هون، نحن بنكون ما عم نشجع الطبيعة انه تنمى عنا، عم ندفشها اكثر على اوروبا او عم ندفشها على افريقيا. فالرولز كثير بسيطة. انا دائما بقولها لاولادي بالسيارة بس اخذهم على المحمية، بقول لهم نو يلينج، نو شاوتينج، نو سكريمينج. 3 رولز ما في غيرهم. ما تكبوا زبالة بالأرض، ما بقول لهم إياها لأنه هيدي تحصيل حاصل هي مفروض رول طبيعية. من المشاهدات اللي بنشوفها، بتشوفي حدا طالع مثلا بريحة البارفان بتنشم على بعد 5 كيلو. بكل هالبيهيفير اللي نحن عم نعمله مش رح نشوف طبيعة، لأنه الطبيعة شافتك قبل ما تشوفها وسمعتك قبل ما تسمع وفلت وانت عم تحط دعست رجلك على الارض. مشان هيك العالم اللي بتروح اوكي قبل التسعة او بعد التسعة، اذا ما التزموا بهالقواعد they will enjoy nature fine، بس مش حرح يشوفوا الطبيعة عن جد. ال optimal time هو لتزور الطبيعة بعد السن رايز للساعة 9 10 ماكسيموم. بعد ال10 اصلا البيردز والحيوانات كلها بتبلش تنام، بتوعى هي على السانسيت لتكمل حياتها. يعني اللي عم تقوله كتير مهم بشار، ودايما في اشخاص مثل ما ذكرت بحبوا يروحوا على الطبيعه كرمال يمكن يعملوا بيكنيك، صحيح. يسمعوا ميوزك، كل هالاخبار. حتى بهود المحلات لازم يكونوا عم يتبعوا الرولز تبع الطبيعه، بس بالمحميات بشكل خاص صح. مثل ما عم بتقول هيدا الشيء، يعني هيدا مش محل للبيكنيك مظبوط. ومش محل تا الواحد يتمشى يمكن ويدخن فيه او يحط موسيقى عاليه. هيدا محل بس حتى ينمزج مع الطبيعه ويعيش معها ويكتشفها اكثر وبلا ما يأذيها، حتى يكون عم بحافظ عليها لقدام. صحيح. وهيدا شيء كتير بيقهر وقت نشوفه بمرات كتيرة، بالرغم من كل الجهود اللي عم بيعملوها كل المحميات الموجودين صح. بلبنان تيجربوا يحافظوا على الإرث الطبيعي إذا بدك اللي موجود عنهم. وهون كمان للأشخاص اللي ما بيعرفوا، أنا يمكن منهم ما كنت بعرف إنه في شيء بيميز طبيعتنا بلبنان وطبيعة الطيور اللي موجودة عندنا بتخلينا انه نكون موقع يمكن لسياحة تصوير العصافير، اللي هو شيء صحيح بعد مش موجود ويمكن كونسبت مش كتير متعارف عليه صحيح. بلبنان. خبرنا اكثر عنه. هلا هي سياحة موجودة primarily بأمريكا وبأوروبا. هي المحمية بتعمل attraction للبيرد،
وطالما هو لوكيشن فيه بيردز بيسمحوا لبروفيشنال فوتوغرافرز او بيرد واتشرز مع بيناكلرز ليفوتوا على هذا السايت. السايت بيكون مجهز فيه بيردز هايد. البيردز هايد هو فكرته مثل كاموفلاجد تنت او كاموفلاجد مثل مخبأ يمكن، تمام، تتخبي فيه وبتفوتي بتستأجري بيزيكلي بي بي يعني في مطارح بتستأجري 4 ساعات ب300 يورو وبتفوتي بتصوري وبتفلي. هلأ هيدا ليش كتير مهم؟ لأنه لبنان هو على واحد من أهم الروت للبيرد مايجريشن. البيردز بتعمل مايجريشن مرتين بالسنة، مرة بتطلع من أفريقيا لأوروبا ومرة بالعكس. أوكي. يعني هي رح تشتي بالمطرح الدافي ورح تصيف بالمحل الأبرد. فمئات الألوف من البيردز بتمر بلبنان وبتعمل لاندينج بلبنان لفترات معينة. فأنت عندك 6 أو 7 شهور من السنة نوع جاي ونوع رايح. إذا قدرنا نحن نصل لمحل عم نعمل أتراكشن للبيرد ونعمل هدول الهايدز، ساعتها هي السياحة رح تشجع العالم اللي بأوروبا وبأمريكا هن يجوا على لبنان ليستفادوا من هالأدفانتج يلي هي كتير للبلاد يلي فيها. وزائد أن لبنان فيه السهل وفيه الجبل وفيه البحر، ففي أنواع أكثر بكتير من باقي البلدان. هي يعني هي إذا نحن نستفاد منها الإيكونومي الإيكونوميك بنفتس منها ممكن تكون، هلا ممكن حدا يحسها تافهة بس هي ممكن أكيد ما تكون تافهة لأنه في تشين طويلة رح تشتغل بهاي القصة. ونحن هلا بوضع بدنا أي مساعدة لتبوست السياحة، فيكون عنا أوكي في سياحة لبنان بنعرفها وفي 100%. يعني عم نخلق فرص سياحية أكبر، مزبوط. اقتصادية وفرص عمل يمكن للشباب اللبناني أكيد. اللي متخصص بهالنوع من أكيد. التصوير أو حتى بالسياحة اللي بيقدر يكونوا عم يخلقوا من خلالها فرص عمل أكتر. وهون كمان بالحديث عن الطيور المهاجرة واللي بتقطع بلبنان ومن فترة شدنا هالشي، هون رجاء يعني رسالة لكل اللي عم يسمعونا انه هيدا الفصل من السنة تتفرجوا عليهم تتستمتعوا فيهم، مش تا يبلش موسم الصيد. يعني موسم هيدا معركة 100%. للأسف هيدا شيء بنشهده كل سنة بذات الوقت. يمكن عم بيصير في شوي إجراءات أكتر، في جمعيات عم بتضوي أكتر على الموضوع خلال السوشيال ميديا، بس هيدا مش كافي. صحيح. بعض الأضرار عم تكون كتير كبيرة. ورجاء يعني هلأ بالإضافة لقيمتها الطبيعية اللي بنعرفها بالأول والبيئية، اليوم عم نسمع كمان عن قصص تانية بيتميز فيها لبنان وقت نحكي عن العصافير وهالطيور اللي بتمر من عنا. فهيك رسالة إنه نكون عم نهتم فيها أكتر وعم نحافظ فيها أكتر. وقفة موسيقية صغيرة ومنتابع حديثنا، وهالمرة ممنوعتكم إنه